أعزائي المشاهدين مساء الخير، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج إنستا شو. ضيفنا اليوم موهبة من مواهبنا الشابة السورية، ضيفنا اليوم الفنان معن عبد الحق. منقول أهلا وسهلا بالفنان معن عبد الحق، كيفك يا معن؟ مساء الخير سيف، مساء الخير، الحمد لله مشتاق، كيفك أنت؟ إن شاء الله كل عام وأنت بخير، وإن شاء الله بينعاد عليك وعلينا بظروف أحسن من هي يا رب. وأنتوا بخير، آمين يا رب، كل عام وأنتوا بخير. شلونك أنت وهالحجر يا معن؟ تمام، يعني من بداية الموضوع تقيدت بجدية كاملة بالمسألة، بس أنا من النوع من الناس اللي بعد يعني يومين ثلاثة من قصة الحجر ما تغير علي شيء. انت بالاساس حجر. انا بالحجر على الاساس ما كثير في يعني ما حدا عندي طلعات ودخلات كثير وكذا، فحسيت عادي يعني ما كثير تغيرت الامور، استمرت حياتك بشكل طبيعي تقريبا يعني 90% تقريبا يعني. طيب خلينا نبلش سوا بفقرات برنامجنا. الفقره الاولى اللي هي فقره الكويستشنز. الكويستشنز يا معن هن أسئلة هيك العلاقة بحياتك الخاصة مشان العالم تتعرف عليك أكثر ويعني بشخصيتك كمان. نعم. مثلا هالسنة نحن عم نشوفك بمسلسل بروكار، كيف شايف أصداء العمل؟ جيدة. اللي بيهمني يعني درجة المتابعة، لذلك الجيدة ممكن تكون أكثر من جيدة، لكن يعني حتى لو كانت جيدة فهي نسبة مرضية. مقبول ورضيان عن دورك وعن وضعك يعني بالمسلسل كله. يعني بشكل أساسي يعني اللي بيعنيني بهذا الموسم نحن وبهي الظروف يعني مع كمية الإنتاج القليلة والمتواضعة يعني هي أولا فرصة عمل، عنا المعيشة بالدرجة الأولى وهي الأولوية قبل قبل النقد الفني وقبل كل شيء. يعني مسألة المعيشة بهي الظروف وتراجع الإنتاج، عدد قليل من المسلسلات كلياتنا بنعرف، لكن ايضا بالناحيه في نجاح خليني اعتبره بالنسبه لمشاهده العمل، هذا الشيء بتلمسه سواء عبر مواقع التواصل وتعليقات الناس او بالحياه بالشارع كمان بتلمس هذا الشيء، هذا بعتبره انجاز كسبه قدر حققه كادر العمل. برافو. طيب هلا انت خريج المعهد العالي من دفعه تيم حسن وباسل خياط وقصي خولي، شو بتتذكر من هذيك الايام ومين كان استاذك المفضل؟ لا كيف نحن بس في تصحيح لمعلومه، هلا نحن في صوره منتشره على الفيسبوك هي أيه. موجود فيها باسل خياط وقصي واخرين. هن مو من مو كلهم دفعتها. لا نحن دفعه تيم حسن، يعني انا احب اني بسميها دفعه تيم حسن. أيه. اللي هي قصي وباسل قبلنا. هم خرجوا قبلنا بسنتين. صحيح صحيح. نعم صحيح. مين كان استاذك المفضل بهذا الوقت؟ طبعا هي الدفعات عموما في المعهد دائما في ناس بترسب وبتروح على غير، بصير يعني بصير تخليط بالدفعات، بالنهايه بتدخل مجموعه بتتخرج مجموعه اخرى. صحيح صحيح. مين كان استاذك المفضل بهذاك الوقت؟ الحقيقه نحن يعني على مدى هي 4 سنوات دراسه المعهد، على مدى 3 سنوات درستنا السيده نائله الاطرش، يعني كان استاذ وحيد تقريبا، درسنا لفصل واحد الاستاذ فؤاد حسن وخرجنا بالنهايه للاستاذ جهاد سعد. بالنسبه يعني اذا سالتني عن حدا مفضل من بين هي الاسماء، يعني السيده نائله الاطرش بالتاكيد يعني كانت صاحبه الفضل الاكبر بتعليمنا وتدريسنا. حلو. طيب انت من حوالي السنه اعلنت خطوبتك، امتى بدنا نفرح فيك بقى؟ ايه والله هلا يعني للاسف يعني ما اعلنت، بس انه انتهاء هي الخطوبه، بلكي ان شاء الله خطوبه جديده يا سيف، لانه يعني للاسف يعني ما وفقنا. انتهت الخطوبه ما يعني ما استمر الموضوع، يعني خطبنا لمدة 2 سنين تقريبا لكن لم وفق يعني بالاستمرار، يعني ربما خطوبة جديدة الله أعلم. يلا منيح نفدت. أنا توقعتك تعليقك يعني. طيب اللي بيتابعك على السوشيال ميديا بيلاحظ أنه عندك اهتمامات سياسية، شو السبب؟ صحيح. شو سبب هذه الاهتمامات؟ لا أنا يعني سيف أنا عم بحاول لاقي جواب مناسب لتوقيت البرنامج، يعني هي مسألة مهمة جدا. لا هو أنا ما بعتبر إنه هي مسائل يعني يطلق عليها اهتمامات، يعني هي بالأساس قبل هي ليست هي القضايا ما أنا قضايا الناس المختصة بالسياسة، ما أنا قضايا السياسيين، هي قضايانا كمواطنين عرب. حلو. هي أرضنا وهذا بيتنا وهي مستقبل أولادنا ومستقبل حياتنا،
ومن يعتقد يعني انه العدو سيبقى في فلسطين اذا هو يعني استسلم لهذا العدو يعني رح يجي العدو لعنده ويخلصوا بيته ومياهه مثل ما عم نشوف بالدول اللي وقعت اتفاقات الإذعان والاستسلام. لذلك أنا بعتبرها قضايانا الشخصية، هي مو سياسة. وأنا بس هيك بعجالة يعني أنا أعيب على الممثلين المقولة الدارجة أنا ما بفهم بالسياسة. أولا هي كذب، فيعني يا ريت يلاقوا مقولة تانية، لأنه نحن كلاتنا بنعرف أنه كلاتنا بنفهم من صف الأول بالسياسة. خلي يكونوا صريحين أكثر، نحن ما بدنا نحكي حتى لا نتحمل أثمان الموقع، بس ما حدا يقول ما بفهم بالسياسة. حلو، طيب حلو هذا الموقف، يعني ظريف، ولو أنه أنت الشيء اللي عم تحكي فيه لا يسمى سياسة بقدر ما يسمى وطنية، يعني هو انتماء أكثر للوطن أكثر منه تفصيل للسياسة، يعني إذا بدنا نقول لأنه السياسة لعبة مختلفة تماما. يعني إحنا لما بنحكي بتحرير الأرض المحتلة، لما بنحكي بالوقوف إلى جانب المقاومة، هاي بديهيات. إحنا ما عم نحكي كاختصاصيين بالسياسة، هاي بديهيات قضايا كمواطن عربي. تماما. طيب أنت وقت كنت عم تساوي البرنامج السنة الماضية على قناة سما، أنت ما كنت تحب تنشط شعراتك، شو السبب؟ هلأ أقول ما في شعرات. لا شو لا هو وقتها ما في شعرات يعني، بس هو أنا كنت عم حاول أثبت أنه لسه في شيء ممكن، يعني إذا في شيء مخرج يعني ممكن يشوفني هيك بشي دور بيحتاج لشعرات هيك مفلوشة، فيعني لسه بقيان كان يعني هلا ما عاد في مشكلة. طيب خلصنا من هاي الفقرة، ننتقل للفقرة الثانية اللي هي فقرة الكويز. بأي جزء من بقعة ضوء انعرضت لوحة له يا هيثم؟ لهيا هيثم هي إخراج الأستاذ هشام شربتجي. حلو. أعتقد الجزء الخامس. يا سلام، جوابك صحيح بدون ما أعطيك احتمالات، برافو عليك. شو كان اسم شخصيتك بمسلسل بطل من هذا الزمان؟ علاء النايحة. حلو، هاي سؤالين صح. طيب أي عام عرض مسلسل الخوالي؟ ألفين واحد. لا هي غلط، 2000. يعني لو أعطيتك 3 احتمالات كنت عرفت. مين لعب شخصية مين لعب شخصية شاهر بمسلسل زمن البرغوث بجزءه الأول؟ قيس شيخ نجيب. صحيح، يا عيني عليك، لا والله متذكر منيح. بأي كلية كنت بتدرس مع أمل عرفي بمسلسل العشتار؟ أفكرت قبل التمثيل كنت بيقول لك يعني كلية اللي كنت بسأل التمثيل بالريفي كاب. أي بمسلسل أشتار كلية. لا صعب في شيء. لا أعطيك احتمالات، علم نفس، تجارة واقتصاد، هندسة زراعية. شو الاحتمال الأول؟ علم نفس، تجارة واقتصاد، هندسة زراعية. تجارة واقتصاد. صحيح، يا عيني عليك، وكلهم جوابتهم صح. وبننتقل هلأ على فقرة النو فلتر. أنت خضت تجربة تقديم البرامج السنة الماضية على شاشة سما ببرنامج على القهوة، كيف شفت هالتجربة؟ نعم. وهل أنت راضي عنها؟ تمام، بميز بين شغلتين. بالنسبة إلي أنا بعتبر حالي فشلت فيها بما يخصني. بما يخص البرنامج، كان البرنامج فكرة البرنامج جيدة ولطيفة، فريق الإعداد والمحطة هن اللي نجحوا، لأنه المكان كان ممتاز، اختيار المكان، فريق الإعداد اللي اشتغل، كل شيء كان حلو. لكن أنا عن نفسي ما بعتبر حالي أني نجحت فيها، وأنا ماني متفاجئ بهذا الشيء. المقدم اللي بيعمل مقدم ولقاءات عموما بدها تكون شخصية مرنة. أيوة. أكثر مني بكثير. شخصية دبلوماسية ومرنة، وما عندها دائما يعني موقف ورأي نقدي، يعني أنا ماني هيك يعني، وبالتالي من الصعب أني أوفق فيها. لكن كانت بالنسبة لي مشكورة المحطة والأصدقاء اللي دعوني، فرصة عمل، وأنا حاولت أني أضيف على الفكرة مسألة أنه مشهد بالمقدمة، قلت أنه بنعمل هذا يعني مشهد كوميدي، يعني شيء أقرب للشيء اللي أنا بحبه، ومنيح أنه كانت يعني قصيرة. أنا السنة شفت برنامجك قلت هذا برنامج مهضوم يعني. عزبته للبروديوسر شيء بوقتها بهذاك البرنامج؟ عزبته لمين؟ للبروديوسر تبعه، المعد يعني.
إيه لا أنا يعني إنجليزيتي ممتازة لذلك خلينا على العربي. المعدي عزبته كتير أكيد يعني على فكرة يعني أنا هدول أسماء الفقرات كلها اللي بتقولها سيف أنا بكون عم بعملك كلمة إنستغرام منيح اللي بعرف هلا عزبته المعد إيه عزبته والله لأنه في أسئلة أنا ما كنت حب إني يعني أنا ما بقدر أقولها ما بقدر أسألها لحدا خاصة مسائل أحيانا تعلق شوي بمسائل شخصية. شغلة تانية إنه أنا يعني ما بعرف كيف هي السماعة اللي بالإذن ما يعني ما قدرت إني ما قدرت تتعامل معها صح إنه في ناس عم تحكي بالكنترول كثير صعب كان علي حدا وحكي طيب صعب يعني طيب نحن حكينا ببداية الحلقة أنك أنت مرقت بالمعهد بفترة مرق فيها شباب مثل باسل خياط وقصي خولي وتيم حسن ومن هالشباب هدول أنت شو بتحس اللي منع معا أنه ما قدر يوصل لنفس الشيء اللي وصلوا له هدول الشباب رغم أنه أنت كنت جايلون يمكن كنت بالدراسة أحسن منهم لا شوف أنا بهي المسائل يعني بحبكم دقيق أول شيء الشباب اللي ذكرناهم يعني صديق العزيز والأختين وباسل وقصي هن شباب بالأساس يعني أصحاب مواهب أنا برأيي يعني هن أصحاب مواهب يعني بدرجة أعلى وأقوى من الآخرين جميعا من الآخرين جميعا يعني هاي الأسماء الثلاثة هي شكلت حالة كتير كانت استثنائية بتاريخ الرجيل معهد هذا رأيي يعني بتقدمتين طبعا الحالة الاستثنائية الأهم هلأ بالتالي يعني أنا بالأساس ما طرحت نفسي ما شفت نفسي أني أنا بي مع هي المجموعة أو بهي السوية بهي السوية حلو أنا في مكان حلو. آخر حلو والله مكان آخر والله جميل هذا الحكي انك انت عرفان مكانك وعم تتحرك فيه وعم والحقيقه اللي عم تعمله ضمن هذا المكان هو ممتاز جدا يا معن يعني هذا هي حقيقه يعني الواحد لازم يحكيها. طيب انت دخلت الدراما المشتركه لاول مره بمسلسل جيران بس انسحبت بعد موسمين بينما استمر العمل لموسم للخامس ليش انت تركت بعد موسمين مسلسل جيران ايه نعم ليش تركت بعد موسمين وبينما هو استمر؟ هلا هذا شوف هذا خيار الجهة المنتجة لكن عموما يعني أنا لا أخفي سرا يعني إني أنا ما كنت يعني سعيد بهي التجربة وهي تجربة ما بعتبرها ناجحة بالنسبة لي أبدا يعني لأسباب كتير يعني لا ما في متسع من الوقت الآن لذكرها لكن لا ماني معجب لا بالنص يعني المكتوب ولا معجب يعني بأجواء التصوير اللي كانت موجودة يعني ولا هي التوليفة ما قدرنا أن نطلع منها بشي منتج مع بعض حسيت الطبخة ما كتير زبطت لا ما كان يعني هو من الأعمال أنا بالنسبة لي ما بعتبرها يعني ما بعتبره عمل ناجح يعني أكيد يعني طيب أنت تجربتك الثانية بالدراما المشتركة إجت مؤخرا بمسلسل العميد كان لتيم حسن يد بوجودك بالعمل؟ صراحة عفوا تجربتك الثانية بالدراما المشتركة اجت مؤخرا بمسلسل العميد كان لتيم حسن عميدة. دور بهي القصة انه هو يعني طرح اسمك وطلب انك تكون موجود 100% طبعا هو الحقيقة يعني انا وتيم اصدقاء يعني من اليوم الاول في المعهد العالي في المسرحية ايوه نحن ما التقينا بعمل يعني نحن مثلا يعني ولا عمل يعني انا اعمل في اعمال كوميديا وهريبه وركض والقصص هي وتيم اعماله يعني بتعرف بدا بالاعمال التاريخيه وانا ما يعني وين بدي اروح بالتاريخي يعني فنحن ما كنا التقينا بعمل واحد بالبدايه بالزير سالم الزير سالم بس انا كان دوري يعني فارع يعني عن تقريبا يعني بدك تعتبر مثل مشهدين بسعود وتطلع جنازتي ايوه شاليش يعني ما دغري وبيكون هو الجد الاول لفي ما بعد طبعا ما بتشوفه دلوقتي. يعني انت ما بتشوفه كله يعني لا احنا ما التقينا بالدراما ابدا ابدا يعني وهو بيني وبينك انا لا اخفيك يعني انا كنت يعني هيك دائما كنت اقول له تيم كان يحاول دائما يعني كان يرغبني بالموضوع انا كنت اقول له انه ما بدي اعطي انطباع للناس انه هي صداقه يعني تتضمن مصالح يعني لأنه ضاج مني وقال لي خلاص يعني يا أخي يعني بده يقول تفضل يعني هالدور طيب شو العمل اللي شاركت فيه وكنت متأمل فيه بس صدمك وقت العرض بأنه ما ترك أثر عند الناس
ما بتذكر انه في هيك يعني. الاعمال اللي توقعت انها تترك اثر كانت هيك، والاعمال اللي ما تركت اثر تقريبا كنت متوقع هذا الشيء يعني. يعني مثل جيران مثلا، انت كنت متوقع انه ما يترك اثر؟ جيران للاسف يعني في مشكله، يعني في مشاكل كبيره. حتى انا يعني انا حدا مشكلجي بال يعني بالتصوير، مثل ما قلت لك يعني ماني شخص مرن يعني. انا بوقف بقول لا، في مشكله، في مشكله بالنص، في مشكله بالتاليف، في مشكله بمضمون. واذا اتسع الوقت في مكان ما بنحكي بتفاصيل اكثر. لكن ما فاجئني، لا طبعا ما فاجئني. طبعا انا بدي نوه بس لمساله، انا مخرج عمل الاستاذ عامر فهد يعني اشتغلت معه ببقعه ضوء باجزاء بعتبرها اجزاء ناجحه جدا، واستطاع اعاده الروح لأجزاء من بقعة الضوء. فلذلك أنا يعني لا أعني، لا أتقصد يعني شخص، إنما التجربة بحد ذاتها كان فيها عيوب أكبر من الجميع يعني. طيب خلصت هاي الفقرة، إحنا هلأ رح نروح لفاصل، خليك معنا أعزائي المشاهدين، فاصل صغير ونرجع، انطرونا. رجعنا لكم أعزائي المشاهدين مع الفنان معن عبد الحق. معن هلأ هاي الفقرة اسمها إيموجي سلايدر، أجيد أدوار الكوميديا أكثر من غيرها. أعطي نسبة مئوية؟ إيه، لموافقتك أو عدم موافقتك على هذا الكلام. يعني شوف يعني هو أنا بعتبره هذا شيء إيجابي يعني. أنا إذا تجي علي بتمنى تكون 100%. إيه خلاص، ما عندي مانع. أنت موافق يعني على هذا الحكي؟ موافق. تماما. شخصية الصيف في باب الحارة هي الأهم في مسيرتي. الأهم؟ لا ليست الأهم، لكن هي مهمة جدا. قديش لكن ليست الأهم. قديش بتوافق؟ قديش النسبة المئوية؟ قديش بوافق إنه هي الأهم؟ لا ما بوافق، 0%. ما عندي أنا يا 100% يا 0% حتاخذ. 0% يعني ما فيك توافق إنه هي 70% كانت الأهم؟ لا، هي قلت إنه هي مهمة نعم، لكن إيه؟ الأهم لا، ليست الأهم نسبة يعني. أنا مثلاً شوف هذا حكينا نسبة أهميتها بالنسبة لمسيرتك المهنية. نسبة أهميتها ممكن لا، بالنسبة إذا بدي أعطيها كنسبة أهمية ممكن بعطيها 70-80%. ها شفت، معناتها 70-80% بتوافق على الأهم. إيه ما اختلفنا لسبب. إيه في ضيف بده يطلع على الكادر. شو هذا قط القط؟ حلو. مثل بتصير معهم يعني بيدخلوا أطفال وهون ما أعتبره يعني. طيب. لا شوف يعني بس تعليق، باب الحارة ودور الصيف، وطبعا باب الحارة الجزء الأول والثاني ما بعد أيه. ذلك يعني مو بس أنا ما كنت موجود، أعتقد أنه بيختلف عن الأول والثاني. هو لا شك أنه عمل استثنائي ومحطة هامة جدا بحياة كل الممثلين اللي اشتغلوه. تمام. بس إذا كان الأهم لا، ما بعتبره الأهم. تمام. لأنه في مسائل أخرى تركت أثر يعني بالنسبة إلي أجمل بكثير. طيب، رغم مشاركتي في الخربة لكن ضيعة ضايعة هو الأنجح. لا شك ضيعة ضايعة الأكثر شعبية، الأكثر شعبية الحقيقة، وفيها مقومات كعمل كوميدي إنه يكون الأكثر شعبية. عدد قليل من الممثلين اللي هن كمان كوميديانات يتقنون اللهجة، كلهم أولاد البيئة. وهو عمل بالمعنى الكوميدي، بيعتمد على الكوميديا. بعتقد أنا بعتقد أنها هي كوميديا مباشرة أكثر بكثير من الخربة. خربة الكوميديا في طبيعة، كوميديا في طبيعة يعني ذكية، فيه نص كوميديا نص يعني. أنا حتى خربة بعتبر أنه هو النص الوحيد الكوميدي بالمعنى الحقيقي يعني. يعني قديش بتوافق على هذا الحكي؟ انه ضيع ضايع اكثر. بوافق 100%. ايمن رضا غير موفق في تجاربه الكوميديه الاخيره مؤخرا. مؤخرا شو بنقصد بكلمه مؤخرا؟ يعني اخر تجارب كوميديه. لانه شو بنقصد بكلمه مؤخرا؟ يعني مؤخرا كان في عنده تجارب كوميديه ناجحه مثلا ببقعة الضوء، كان في شخصيات حلوه قدمها ببقعة الضوء. وانا بالمناسبه منحاز لايمن رضا يعني، انا من محبي ايمن رضا. إذا ما بتوافق على هذا الحكي 0%. لا ما بوافق، لا لأنه صح. أنا بحبه وبحب شغله فعلا لأيمن. طيب، تيم حسن هو صديقي الوحيد من أيام المعهد.
هذا 100% الجواب عليه. شوف هو لا شك انه تيم صديق اكثر من صديق، تيم اخ يعني اخ كبير وصديق، لكن انا بدي اقول زملائي اللي بتدفع الاخرين يعني انا على علاقه طيبه معهم ايضا يعني. بس بتوافق على الحكي 100%؟ 100%. عظيم، خلصنا من هاي الفقره، ننتقل للفقره الخامسه اللي هي فقره البول. تطور اداءه بشكل اكبر باسل خياط أم قصي خولي من أيام المعهد؟ باسل خياط. باسل خياط، حلو. موهبته أكبر مما يعرض عليه، أدهم مرشد أم حسام الشاه؟ أدهم مرشد. أدهم مرشد. العمل الأقرب إلي مبروك ولا بطل من هذا الزمان؟ بطل من هذا الزمان. بطل من هذا الزمان. الكاميرا الأنجح في بقعة ضوء لفادي سليم أم لسيف شيخ نجيب؟ ضمن الخيارين المتاحين هدول بختار سيف شيخ نجيب طبعا. سيف شيخ نجيب، حلو. في الكوميديا أفضل أمل عرفة أم شكران مرتجى؟ أمل عرفة. أمل عرفة، يا عيني عليك، إجاباتك سريعة وحاسمة وبدون أي احتيار. هذا الحكي حلو. هلأ الفقرة الأخيرة ببرنامجنا، يا ما عندك تعمل منشن لحدا تتحدى يظهر معنا بالبرنامج كضيف بحلقة قادمة. رح أدعي شريكي بمسلسل بروكار. مين؟ وائل زيدان. وائل زيدان، ونحن بدورنا بننقل هذا التحدي للفنان وائل زيدان ليكون ضيف معنا بحلقة من برنامج إنستا شو. شكرا كتير لك يا معن، كنت ضيف ظريف كتير وخفيف وصريح وأجوبتك بتجنن. أنا انبسطت فيك كتير، كل عام وانت بخير يا رب. شكرا كتير سيف، شكرا للدعوة للبرنامج اللطيف، وكل عام وانت بخير وسنة حلوة إن شاء الله على الجميع. شكرا لك. أعزائي المشاهدين، هيك كانت الحلقة مع الفنان معنا عبد الحق. انطرونا بكرة حلقة جديدة وضيف جديد. باي.